هذه مهرجان جات بايك بالشراكة مع بين جامعة السيد تحت شراف جامعة السيد الدرجات ومؤسسة تأمينات الجات اللي نشكرهم بالمناسبة على توجههم لدعم الرياضة بصفة عامة والرياضة الفردية بصفة خاصة. وإحنا الرياضات الفردية معناها نحتاجه لشراكة من هذا النوع من مؤسسات اقتصادية هامة، وتشوف التظاهرة هذه تنجم تكون معناها أقوى تظاهرة تنظيمية في السنة ويستنوا فيها الرياضيين الكل، وتجمع باش تجمع معناها قرابة 1500 مشارك بين هواة ومجازين بين جمعيات وهواة معناها فرادة. ومن ناحية تنظيمية معناها مش سهل خاطر رياضة درجات صعيبة في التنظيم، وشكونوا أربع سباقات في نفس الوقت، سباق الدرجات الجبلية وثلاثة سباقات على الطريق، وهي فرصة نحن نحكي عن ناحية رياضية بالنسبة للجامعة باش جمعيات أولادنا وأعضاء المنتخب الوطني ولا يتعودوا على سباقات من مستوى عالي. عندنا الفريق الوطني للدراجة الجبلية اللي يستعد باش يمشي للبطولة الأفريقية بالمغرب، شيء وانا يشارك وتكون محطة تحضيرية في غياب تربصات ولا مشاركات دولية أخرى. كذلك الفريق الوطني للطريق اللي بيشارك في دورة الجزائر تداقة المحتشمات تكون زادة تحضيرات معناها باهي، نقولوا احنا مسالك ممتازة فنيا مع اختيار الإدارة الفنية، مسالك متميزة إلى جانب المهرجان الثقافي والرياضي اللي الناجح ولي في دورة الثالثة تكون بالقات، لكن احنا من نستغلوه من ناحية الرياضية للتحضيرات الفريق الوطني والمشاركات مكثفة لكل فرق اللي بيجي من كافة أنحاء. الأعمار المشاركة أي واحد نجم يشارك في المسابقة هذه لازم يكون يسجل على موقع gatbike.in، فما تسجيل وفاة على الموقع، فما تسجيل سور بلاس، دونك أقل عمر نجم يكون 18 سنة نورمالمون بالنسبة للمسابقات اللي يكون فيها مجازين موجودين، وبالنسبة للفيلو بورتو 16 سنة أقل عمر. الدرجات محددة ولا؟ بالنسبة للسباق الدراجات للجميع أي دراجة ممكنة تنجم تشارك بها إلا الدراجة الكهربائية. كان ثم امتيازات ولا حاجة كي تشتكين عليهم ولا؟ فما مسابقات باش يكونوا، فما طومبولا اللي باش يحضروا، فما قيمة جوائز جملية 30 ألف دينار معناها في فما بالنسبة للمسابقات الكل.